أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أدى معالي الوزراء الجدد في حكومة الإمارات اليوم اليمين الدستورية وذلك في أعقاب إعلان تعديل وزاري في حقيبة التعليم وأتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله للوزراء التوفيق والنجاح في مهامهم في تطوير قطاع التعليم الحيوي وتحديثه بما يواكب مسيرة تقدم الدولة على مختلف المستويات ويتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المستقبل لبناء جيل واعٍ ومتمكن من مهارات العصر ومعتز بهويته الوطنية وقال سموه ان الاهتمام بجوده التعليم ونوعيه مخرجاته ينطلق من ايماننا باننا بانه الطريق الى المستقبل وهو الرافد الاساسي للتنميه الذي يمدها بالكفاءات الوطنيه المؤهله لخدمه الوطن. كما اكد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم على ضروره تطوير ادوات العمل بما يتناسب مع متطلبات كل مرحله وتسخير الجهود الحكوميه كافه لدعم الملفات حيويه وقال سموه: نحرص على تطوير ادوات العمل الحكومي لتلبيه متطلبات كل مرحله ونسخر كافه الجهود لدعم الملفات الحيويه. حضر اداء اليمين الدستوريه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الماليه والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه وسمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واسمه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.